يمكن لو أقول اسمه أغلب شباب جدة يعرفونه. جيت أنا أربعة من الشباب جينا في مخطط، لقيناهم جالسين عندهم عود، تكلم واحد عن الجنة وجينا رايحين. واحد كان صاحبي، تدري ايش قال لما قمنا؟ قال ما عندك أحد. والله يا شباب الله يراني الآن يسمع كلامي وهو شاهد جل وعلا، إن هذا الشاب بعد ما قال ما عندك أحد بعد ثلاثة أيام مات ومحشش فل. الآن هو تدرون فين؟ تحت الأرض، مات في مزدلفة. بس ما كان حاج، كان في تفحيط مع شباب ومؤجر جو ثاني. دخل القبر إيش بيقابل الله وهو ساجد وهو يعمل صالح؟ قال ما عندك أحد. مين اللي ما عنده أحد الحين؟ ها؟ الله يغفر له ويرحمه. أسأل الله أن يسكن فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنان. شوف وأكلم نفسي أول، شفت هذا المجلس اللي احنا جالسين فيه؟ ترى مو صدفة، الله أراد أن نجتمع عشان أنا أجدد توبتي وأتوب وأثبت على هذا الطريق وأموت على عمل يرضي الله عز وجل. وعشانك أنت قال أرسل رسالة يمكن يتوب لعله يتذكر أو يخشى.